مشاركتنا طبعا نحن نحرص دائما على شكل سنوي أن نشارك في معرض التوظيف في دولة الإمارات، لأن خلال مشاركاتنا السابقة استقطبنا الكثير من الموارد البشرية اللي فعلا شاركت وساهمت في المؤسسة. فأعتقد أن هذا المعرض معرض مهم ووجودنا فيه أيضا مهم، نحن نحرص دائما على تواجدنا فيه. في السنوات الأخيرة طبعا عرضنا برنامج طموحي. برنامج طموحي هو برنامج يختص في المواطنين كبداية، فناخذ الطلاب بعد ما يتخرجون ونعطيهم فرص وظيفية في الشركة ويتدربون على مدى سنتين، وبعدها طبعا ينتقلون إلى إدارات ثانية. العنصر البشري ما لنا غنى عنه، مهما صار التطور العقول هذه لازم تكون موجودة. العقول هذه هي اللي تحرك التكنولوجيا، هي اللي تحط الخطط، هي اللي تحط المشاريع هذه. والتنفيذ ممكن تستخدم التكنولوجيا أنها تسعفك وتساعدك وتخدمك في عملية التنفيذ، بس أعتقد العنصر البشري عامل مهم وراح يظل عامل مهم حتى في المستقبل. شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي تعتبر أكبر شركة صناعية خارج نطاق النفط والغاز في دولة الإمارات، وأكبر شركة مملوكة بين حكومة دبي وحكومة أبوظبي. تواجدنا في هذا المعرض اليوم كعادتنا كل سنة طبعا نستقطب عدد لا يقل عن 50 مواطن خريج في مجالات الستم. الستم اللي هي الساينس والتكنولوجي الانجينيرينج والماثماتكس. اليوم في الشركة في عندنا أكثر من 1500 شخص في هذه المجالات بما فيهم 500 مواطن. فهذا التركيز هذه السنة إن شاء الله. الخريجين الجداد اللي هم خريجين الجامعات في لهم برامج تدريبية لمدة 18 شهر. يدخل الخريج لمدة 18 شهر يدخل في برنامج تدريبي معين بعدين إنه يكون ماسك الوظيفة المعينة. أما لأصحاب الشهادات اللي هي الأقل ثانوية وما دون في برامج متخصصة كذلك لهم تراوح بين 6 شهور والسنتين، وكل برنامج على حسب تخصص معين. عينك على العالم.